طيب، هو السؤال بتاعك مهم جدا. الأمر الواقع اللي في الموضوع، أيوة حصل زيادة ضريبة على السندات وأذون الخزانة، ده الأمر الواقع. الأسلوب المحاسبي بتاعها هو اللي أدى إلى الزيادة دي في حدود 30-32% في الضريبة. طيب، البنوك حصل هتدفع كذا ضريبة أكتر بنسبة 30-32%؟ وبعدين أوكي. خلي بال حضرتك، إحنا عندنا مش كل البنوك برضو زي بعضها، لان مش كل البنوك عندها حجم التيبلز او السندات والسندات دي والاذون مش كل البنوك عندها نفس الحجم ونفس الكميه، وبالتالي دي هتاثر على الضريبه اللي هتطبق عليهم. هتلاقي انا بقول في المتوسط بالنسبه للبنوك القطاع الخاص تقريبا. طيب، حصل اكتر من اجتماع، والاجتماع الاخراني وصلوا الى مقترح معين لوزاره الماليه. اهم ما في الموضوع الحقيقه ان هم اتفقوا على ان التطبيق ما يبقاش على البورتفوليو الموجود، التطبيق يبقى على اللي جاي، وبالتالي ده هيسمع في اخر 2019 بدايه 2020، بما يدي فرصه للبنوك كويسه جدا انها توفق الاوضاع بتاعتها في ضوء الضرائب الجديدة. لكن البنوك في النهاية هي مؤسسة وتستهدف الربح، هل معناها انه هتقلل في البورتفوليو الخاص بيها من الاستثمار في اذون الخزانة والسندات الحكومية؟ طيب، انا هجاوب على السؤال ده بطريقتين. الجزء الاولاني، هل هتؤدي هذه الضريبة الى تخفيض ارباح البنوك؟ ايوه، هتؤدي الى تخفيض ارباح البنوك بنفس نسبه رفع الضرايب. تختلف بقى، تختلف من بنك لبنك على قد البورتفوليو، على بتاع حصه الاستثمار في السندات، فدي مهمه جدا. فده في بعض البنوك ممكن تخسر، يعني تقل ارباحها ب 100 مليون، في بعض البنوك ممكن تقل ارباحها ب 400 مليون، تختلف على قد حجم المحفظه اللي احنا بنتكلم عليه. فده نمره واحد. طيب، ازاي البنوك تعالج ده او تتعامل مع ده؟ انا هقول لك ببساطه، انت جيت النهارده زودت لي تكاليفي كبنك، وانا كبنك هذه المحفظه بتمثل لي من ارباحي تقريبا، تختلف برضو في المتوسط من بنك للتاني، بنقول في حدود الانترست انكم او الفايده اللي جايه من هذه المحفظه بتبقى تقريبا 40% من ارباح البنك، يعني ما بين 35 و40، عشان ابقى اكيرت لو اتكلمنا على كل البنوك مع بعضها. يبقى انا لازم اوجد طريقه كبنك علشان اتلافى التكلفه العاليه اللي حصلت عليا. اوكي، ثلاث طرق. الطريقه الاولانيه ان انا اخفض حجم محفظه التيبلز والتيبونز اللي هي احنا بنتكلم عليها. اوكي، بحيث ان اقللها، فده يقلل لي من التكلفه. نمره اتنين، لازم اقلل التكاليف بتاعتي، لان هو بياخد مؤشر اجمالي التكاليف على اجمالي الايراد. فانا هنا لازم اعالج الجزء الخاص بالتكاليف ان انا اقلله علشان اعوض تكلفه الضريبه اللي نزلت عليا. ايوه. الجزء الثالث، ممكن بعض البنوك تتجه انها تقلل الفايده على الودايع. احنا مش هنتكلم على الشهادات، الشهادات بره الموضوع خالص. ما فيش حاجه هتمسها، ولكن ممكن البنوك تلتجئ الى خفض الفايده على الودائع، وبالتالي لانها مش هتقدر تدي مثل هذه الارباح في وجود اعباء اخرى، وبالتالي تقلل من حجم الضريبه على ارباحها. اوكي.